اخوي ايوب محمد واحد من الشباب المحقونين بالايدز في قضيه البلغاريات. طبعا معاناه مستمره من الدوله والمجتمع. رحب بك ايوب من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوب كيف حالك اول حاجه؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك بعد تعرضك لحادث سير. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. احكي لنا كيف صار الحادث وكيف تم التعامل معك في ليبيا. طبعا حادث السير صار ما بين انا مروح من طرابلس اتجاه بنغازي. صار قبل سرت 30 كيلو بوابة 30. طبعا فلقت بينا العجلة يعني انفجرت بينا العجلة. و طبعا السيارة فقدت توازنها وبعدين انقلبت السيارة وبعدين سعفنا شخص من مدينة الخمس كان جاي في الطريق حتى هو للمستشفى. تسمع فيها؟ نعم نسمع فيك واضح أيوب. تمام. سعفنا شخص من مدينة الخمس للمستشفى. وصلنا المستشفى طبعا أول ما وصلت بدولي خشوني غرفة الإسعافات. تمام. الإسعافات الأولية وبعدها خشوني للطوارئ. طبعا ما فيش بريلة بشيلني خشيت عليك رعية. نعم. وأنا طبعا الضربة جايتني في رأسي وأخذ الرأس من فوق كلها يعني الجلدة اللي فوق كلها. الحمد لله على سلامتك والله. تمام. طبعا 45 بونت دارولي. طبعا نحكي لك أنا القصة أساسا كيف جت. طبعا خشت المستشفى أول ما خشيت دارولي أول بداية في غرفة الطوارئ إسعافات الأولية على أساس إن أنا ما زال ما قلتش إن أنا مصاب بالـ HIV. تمام. تمام. مجرد ما دوف في ساعات الأولية طبعا خوية طبعا أنا في وقت ما مش في وقت نفكر فيه ولا في وقت نفكر فيه حاجة. ما في وقتها يعني الموقف اللي صاير لي مش بخليني حتى نفكر حتى نتبي حاجة. فأخويا كلم وقال لهم خشوا التليفون جوا للدكتور. أخويا دكتور طبعا هو عايش برا. نعم. خلاص كلم وقال للدكتور راهو أخويا HIV بوزيتيف. والدكتور وصلت المعلومة. مجرد ما الدكتور قال HIV بوزيتيف كانوا جنبي ممرضتين ودكتورة في الامتياز يعني كانت مدير متخرجة ودكتورة أخرى ودكتور طبعا الأساسي اللي هو دكتور الجراحة دكتور مفتاح بشرادة. تمام؟ تمام. دكتور مفتاح بشرادة الوحيد اللي قبالي يدير لي العملية. مجرد ما قال HIV كنا نهربوا. سبحان الله. هذه حاجة. واللي 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 حرقتني أنا ممكن دكاترة صغيرين أنا واحد فيهم مش عالم ما زالوا جدد. لكن اللي حرقتني أن رئيس قسم الطوارئ راجل كبير في مستشفى بن سينا في سرت قال لهم أنا نخلي مسؤوليتي من أي حد تقرب الحالة هذه. حرفيا بهالجملة هذه. بهالجملة هذه. سبحان الله. ومنعني ومن عارف أنا المفروض ندخل غرفة العمليات ويركب لي يركب الأجهزة بتاعتي غرفة العمليات ويركب أكب الأكسجين لأن أنا بيبنجوني بلش كامل. يعني أيوب لا قدر الله كان في أي لحظة تفقد حياتك. بالضبط. مش فارقة معاه. قال حطوه في إسعاف وشيلوه للمستشفى متاع بنغازي. من سرت لبنغازي وانت بالحالة وحالتك صعبة وحالة حرجة. أنا قاعد في نزيف ما ينزل في راسي. أنا أقول لك الجلدة باللحم كانت طائرة قاعدة على جانب. شلت اشوف 45 بونتو لافين بين راسي من اليمين لليسار. هو ايوب يعني ايوب سامحني المقاطعه. ايوب هو من المتعارف عليه تو والله كان مواطن عادي ما يفهمش ولا كذا ممكن ورغم انه امر طبيعي المخالطه لحامل المرض عاديه جدا. وانا عندي تجربه انا اعرف شخص موجود في طرابلس وحامل المرض ونتعامل معاه وما فيش اي مشكله مره واحده والحمد لله. لكن الطبيب والممرضة ملائكة الرحمة الناس اللي مفروض واخدة كورسات وقارية ومتعلمة ومتعودة على مثل هكذا حالات بل أسوأ تتعامل مع مريض بهذا الشكل وبهذه الخلي قل ما يمكن تسميتها بعدم الإنسانية. مازال عندي مازال ما كملتلكش القصة. طبعا الدكتور مفتاح بشرادة ما كانش ماسك اليوم هذاك يعني ما كانش اليوم بتاعه. نعم. كان جاي صدفة يبي يشوف حالة في العناية وبيطلع.
جيت انا لما جو في الاسعافات انتهت يكلموه هو قالوا له راه الدكاتره الاخرين مش فاضيين. جاء بعد ما عرضوا اتش اي في بوزيتيف طبعا كلهم مشوا ما فيش حد بقى يلمسني. دكتور مفتاح ابو شراده قال لي ايوب ما تخافش، قال لي يا ايوب انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله بك نهائيا اني ندير لك عمليه حتى ولو بروحي. كويس هذا الدكتور مفتاح. دكتور مفتاح ابو شراده سليماني. كويس. نحب نوجه له شكر وبارك الله فيه، ويعني موقف انساني ورجولي انه هو رئيس قسمه يقول له ما تقربش الحاله وهو عاند وقرب، ورئيس القسم اخرى بالكلمه قال له عادي جيب خاتمك، طبعا هو مش ماسك يعني خاتمه مش معه، قال له جيب الخاتم بتاعك كدكتور واختم لي انك تحمل مسؤوليه كامله مش على قبيل. فهمتني؟ فهمت عليك ايه. ولما طلب منهم ان يديروا لي صوره سي تي ما باش، رفض الدكتور، طلب منهم يدخلوني العنايه رفض. حتى الصوره رفضوا يديروها لك. حتى الصوره رفض يديرها لي، قال له ينزل. وبعدين الدكتور مفتاح مشرادة بعد شغل الخاتم بتاعه ختم وقال له قال له اختم لي حتى على الصوره، انك تبي تدير لي الصوره ومصر عليها اختم لي حتى على الصوره على مسؤوليتك. غريب والله غريب الامر سبحان الله. هذا رئيس قسم الطوارئ. هذا يوم انا قاعدين دكتور مفتاح بشرادة ما معش خاتم بتاعه في يده. خلاه يمشي 10 كيلو برا سرت، طبعا هو يسكن في سرت بس ضواحيه يعني 10 كيلو برا سرت. نعم. خلاه يمشي 10 كيلو برا سرت ما يقارب على ثلث ساعه وانا معزوق على السرير. قعدت على السرير نعيط لهم نقول لهم راهو بدا فيها اوجاع يعني نبي مسكنات، اعطوني مسكن. ما فيش حد قال لي حتى كيف حالك. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى الدكتوره اللي كانت تخدم مع الدكتور اللي في الامتياز تم يدولها عجبتني بك. قالوا لها ما نتحملوش مسؤوليتك انت قريب. اختفت ممرضات تعرف لدرجه شنو؟ اني بعد ندوي شخص كاني سرابه، كاني ما ندويش. غريب. وطبعا الموضوع هذا مش اول مره يصير معنا. وفي طبعا سعد الدين عبد الوكيل هذا في وزاره الصحه. هذا له العلاقه بالمستشفيات على ليبيا بالكامل. كويس. تكلمنا دكتور سعد الدين قلنا له لازم يعمم على المستشفيات انه لازم يستقبلونا في حاله حوادث لان اجباري ما عنديش وين نعدي ما راضي بعيد على بنغازي. فالمفروض انه يستقبلونا. هو قال اوكي تنعمم وسلاحنا طبعا ما لا عمم لا حاجه ولا فرقت حاجه. انا اكثر شيء يهمني ما يعني معلش انا قبلي وفي شاب معاه مصاب اسمه ابراهيم النيهوم توفى في 1200 عشان تاخر وما بقوش نلمسوه. عايسبه هو وصار لداير حادث سير في بنغازي شالوه لل 1200 دخل قال لهم انا اتش اي في بوزيتيف كاين واعي اول ما دخل شويه طبعا فقد الوعي لان عنده نسبه استثمار ما بقوش يقربوه. منين جاء مندوب من عيادتنا وتقريبا دكتور من عيادتنا هم اللي بدوا فيه طبعا لقوه خلاص على نهايته توفى. يعني انت لولا لطف الله سبحانه وتعالى وكان الدكتور مفتاح دكتور مفتاح مني قلت لي مفتاح بوشرادة سليمان بوشرادة اللي حقيقه نتوجه له بكل الشكر والتقدير، وهذه هي العناصر الطبيه اللي تعرف الانسانيه بكل حذافيره بمعنى الكلمه. لولا لطف الله وما كانش الدكتور مفتاح موجود لكان مصيرك مصير الشخص اللي اشرت للان توفى في مستشفى 1200 في بنغازي. بالضبط يعني انا قعدت ما بتشوف انت انا قاعد في سرير ونزيف راسي ينزف وقاعد مفكر ما بين بيسيبوني نموت يعني ما شوف انت التفكير هذا بوقت الحادث وعارف لدرجه اني مانيش قادر نغمض عيوني عارف حتى نغمض عيوني يمسك فيني بيدي انت ما نرقدش لا مش نعرف شو بيصير. مين دكتور مفتاح حد جاب خاتمه وجاء ما فيش حد قربني. وبعدها دكتور مفتاح يستمر لي في العمليه من الساعه 4 انا بنجوني 3:30 4 الا ربع. نعم نتذكر اخر مره سالت على الوقت قالوا لي 4 الا ربع. جاتني دكتوره مبنجه سالتني قالت لي دار عمليه من قبل قلت لها هذا كم عمليه من قبل؟ قالت لي خلاص ما انا ما عندكش مشكله بالبنج. بنجتني واختفت حتى هي. لدرجه ان ما فيش حد عارف العمليه داروها لي في الممر بتاع الطوارئ يعني اللي فيه السراير يمين ويسار طوارئ يجي صوفي لي باري هكا لما يجي واحد مجروح يجي واحد فهمت الطوارئ العاديه المفروض نخش للعنايه منعوني من دخول العنايه دار لي العمليه في الطوارئ وهذه مسؤوليتها الخاصه.
دكتور مفتاح بشرادة بارك الله فيه، شكرا من المكان هذا. ولولا كان كنت في حاله يعلم اعلم بها الا ربي. تمام أيوب. نعم ايوب، انت تو انتقلت لتونس، شنو السبب اللي خلاك تمشي تعالج في تونس؟ انا مشيت لتونس، راه دكتور مفتاح قال لي ما تستحقش، وقال لي ايوب راه وكل شيء تمام وراه فحصتك وان شاء الله باذن الله اي شيء يصير لك على مسؤوليتي الخاصه. قلت له دكتور مفتاح بارك الله فيك، ومشيت انا لتونس درت صور نبي نعرف طبعا، حتى مشيت لتونس على حسابي الخاص طبعا، احنا ما نمشي على حساب الدولي. طيب لو متذكر انت من فتره درت معك لقاء الشباب قالوا لك كل شيء موقف عندنا من شهر 7. تمام كويس. ايوب بالله اسمح لي اعذرني على المقاطعه، انا نبي منك الان وان كان في اطباء او عناصر طبيه مساعده او مسؤولين في قطاع الصحه، حجم المعاناه اللي تعانوا منها انتم، اللي للاسف الكارثه مش مصيبتكم انتم، هذه كارثه لها سنوات من الحقن البلغاريات والدكتور الفلسطيني واللي تم تسليمه الى دولتهم، واليوم انتم ضحيه لهذه الجريمه الانسانيه الشنعاء، فحجم المعاناه اللي تمر بكم يوميا بالله يحكي لنا عليها، كيف تعاني حتى في المحيط المجتمعي بتاعك؟ معاناه ابداها من الشارع، لكن الشارع انا بعد يقعد انا وشوف طالع بكمامه، تمام؟ طلعت بكمامه ما لهاش اي داعي، لو ان الشارع عندنا ناس فاهمه ومتعلمه. نحن يعني ما اولا مانيش جايبه بطريقه غلط، اولا نحن محقونين بالضبط وحقنونا غلط، المفروض هذا كل شيء انتم تساعدونا فيه كقنوات وتساعدنا في الصحه وعشان يديروا يوعوا الناس، يعني معلش توثق في التخفيف للناس. نعم هذه حاجه. طبعا في الشارع احنا واصلين مرحله ان مجرد ما يعرفوا ان هنا مصاب ننتقل من المكان اللي هنا قاعد فيه، ان كان مدرسه او كان معهد او كان جامعه حسب المكان اللي قاعد فيه، ولزوا فينا من الجامعات لز يعطيك ملف يقول لك اطلع عشان انت مصاب، والله الحل الاخر شنو؟ ندير لك بطاقه مكتوب عليها انت مصاب بالايدز، مش تشهير هو. بس هذا لا يجوز، هذا تشهير. تشهير غلط. يجوز. انت ندير لك بطاقه مكتوب عليها انت مصاب بالايدز. طيب ايوب كلمه اخيره حابب تقولها، اكيد الهوا ليك، وطيب على سلامتك مره ثانيه والحمد لله على سلامتك. سلمك. انا بس نبي نفهمك حاجه، ان مشيتنا لطرابلس، نحن مشينا لطرابلس شباب مجموعه كلنا من نفس الفئه يعني مصابين محقونين بالايدز، مشينا لان موقفين علينا اجراءاتنا كامله، ومشينا نساله نفهموا عليش، ما فيش اي مكتب استقبلنا، ما فيش اي مكتب اعطانا يعني شنو الاجراء اللي بيتم. وانت وين مشيتوا لوزاره الصحه ولا وين؟ مشينا المكاتب اغلب مكاتب الدوله. فهمتني؟ ما فيش مكتب يستقبلنا يعطينا شيء يعني يوضح لنا مثلا شن فيه. نحن عارف من شهر 7 ما فيش حد منا نزل له راتب، ما فيش حد منا طبعا راتب هذا يعتبر راتب تغذيه، نحن تغذيتنا ماهيش عاديه، لازم ناكل فواكه، مش نرفع ملاتي، ناخذ عسل، بس كل شيء غالي تو انت ما غباك. فالراتب بتاع التغذيه هذا نحن الحاجه الاساسيه نحن عندنا. نعم. يعني من دون راتب التغذيه ممكن بعد فتره تهبط مناعتي. وانا شخص ما يقدرش يشتغل طبعا، عندك فيها العلم هذا المجتمع بتاعنا مرضى الايدز ما يخدموش. شكرا لك ايوب، ان شاء الله تكون رسالتك اليوم وصلت، والحمد لله على سلامتك مره ثانيه، وان شاء الله ترجع لارض الوطن سالم غانم. نعم نعم ايوب. طلب واحد، ان تطلبوا من وزير الصحه ان يدير لنا اي اجراء بحيث ان الدكتور اللي يمتنع عن معالجه مريض في حاله خطيره صحيح حالتي انا غيري، ان يدير له اجراء بالفصل لمده شهرين، الفصل النهائي يعني شيء يوصل المرحلة انه ما يقدرش يديرها خوفا من وزير الصحه. ما عادش نبوها نحن بيوم. انا اللي بنوعدك فيها ايوب الجمله اللي الان قلتها اللي نوعدك فيها حتوصل لوزيري الصحه، سواء كان الدكتور عثمان عبد الجليل او المهندس رمضان بجناح، هذه الكلمه اللي انت الان قلتها، وانا متاكد ان الوزيرين يفهموا الحاله
مش مسألة تعاطف ولكن مسألة قانونية ومسألة مواطن تضرر في لحظة ما. شكرا لك أيوب وألف سلامة ليك، وإن شاء الله زي ما قلت لك ترجع بسلامة الله. الحقيقة رسالة موجهة للأطباء الليبيين سواء كان كوادر طبية أو طبية مساعدة، التعامل مع هذه الحالات تعامل المفروض يكون مهني، ما تخلوهمش يشعروا مثلا بأنهم في تمييز ضدهم أو أنهم على المجتمع، بالعكس هذه شخصيات وناس عادية جدا ما فيها شيء، هم نفسهم يتعاملوا مع المجتمع بحيطة وحذر حتى لا يتأذى أي أحد. والحقيقة نتمنى ألا يتكرر هذا الفعل اللي بصراحة ما تقدرش كيف توصل، شخص مريض وفي لحظة ما لحظة حرجة مدير حادث، وشفتوا حتى الآن الفاشة واللزقة اللي على رأس أيوب، الأطباء ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى بن سينا يجبر باقي الموظفين أو باقي الأطباء إلى عدم التعامل مع أيوب، لولا لطف الله وكان فيه دكتور جاي زاير لأحد الأطباء لكان أيوب مسكين ممكن توفى. فأيضا وزارة الصحة نتمنى أنها تشرع قوانين للحفاظ على مثل هكذا حالات، بل تحقق في هذا التصرف.